ورجعنا بعد الفاصل، دخلنا صينيه البطاطس بتاعتنا الفرن، وكمان عملنا العصير وحطيناه وزودناه شويه تلج كده عشان نزود العدد والكلام ده. ومعانا الدكتوره مي النهارده مشرفاني ومنوراني في مطبخي، وجايبه لنا عروض حلوه وجايبه لنا حاجات حلوه. قعدت اقول لها طب قولي لي نبذه كده صغننه، طب قولي لي حاجه. قالت لي لا يا عزه، احنا هنتكلم على الهوا عشان انت بتاخدي الكلام وتقومي قايلاه في الاول، وانا بقى مرتبه دنيتي عشان اقول للناس حاجه حاجه. انا قلت مفيش بقى ايه، يبقى في شويه سسبنس كده. ما بقتيش تسكتي ازيك يا زوزو؟ لا طبعا، ازاي زي ما تقولي كده. لا لا لا, لا, لا بقى في كده عدم ثقه بيني وبينك. اصل انا عارفه ان انت بتبقي عارفه العرض، عندي حماس تقولي للناس بسرعه بتوعك اللي بيشوفوكي. أيوة. وايه بتبقي عايزه تديهم العرض في اول الحلقه على طول. فانا قلت ايه، ما عشان انا بحب الناس دي، فانا ببقى عايزه اديهم كل حاجه حلوه سريعه وبسيطه. خلاص خلينا نقول العرض على طول. بس قبل ما اتكلم عن الكورس القوي اللي معانا النهارده، قبل اي حاجه تسلم ايديكي على الاكلات الحلوه دي. عايزه اقول ان صينيه البطاطس والفراخ والحاجات الحلوه دي الاكلات ايه، عارفه انت اللي هي الاصيله بتاعت زمان، بتاعت اهالينا، الحاجات الاصيله بتاعت ايام زمان اللي احنا ايه ما نستغناش عنها. بس احنا بنحرف فيها شويه، يعني بنحط زبادي، بنحلي، بنشيل حاجه ونحط حاجه، لازم كده ندلع الاكل عشان يدينا نتيجه حلوه، عشان ما نزهقش كمان. الملل بقى وريحه الاكل تحفه. اهم حاجه بقى تجيب لنا جنب الملل نحط 100 خط كده. أيوة. ونقول الدكتور النهارده جاي تقول لنا ان احنا مش هنمل من قله الاكل، مش هنحس ان احنا محرومين من حاجه، عشان الدكتور النهارده هتدينا عروض حلوه تخلينا ناكل بنسب مظبوطه. صح. مش نسب اوفر، يعني مش هنزود في الاكل بالمعدل الطبيعي بتاعنا اللي احنا ايه مفروض ناكل بيه. تمام. طيب جايبه لك النهارده مفاجاه تحفه، يعني بقالنا كتير جدا جدا ما قلناهاش او ما طلعناش بيها. كان زمان بنطلع بعرض اسمه عرض الشهرين. شهر وعليه شهر هديه، بقالنا اكتر من 6 7 شهور بنطلع ايه اخرنا بشهر واحد، لان طبعا كل حاجه بقت غاليه. فاحنا ممكن نطلع بشهر او بكورس شهر واحد، وممكن نحط لك عليه هديه او اتنين. حلو. المفاجاه النهارده راجعين بعرض زمان، عرض الدبل النهارده، شهر وعليه شهر هديه مجانيه. ودي حلو. اول مفاجاه معانا، يعني الناس اللي عايزه تنزل وزنها 15 20 30 40 كيلو، العرض ده النهارده مناسب ليك. لان انا النهارده حاطه لك كورس قوي لمده شهر كامل، لمده 30 يوم، ومديالك عليه شهر زيه مجانا هديه على الشهر الاولاني. حلو. اصبح كده ان النهارده سعر الشهرين بسعر شهر واحد. ده اول حاجه احنا النهارده بنتكلم عليها. يعني انا النهارده معايا كورس 60 يوم، ال 60 يوم دول هينزلوا معايا بمعدل 30 كيلو، يعني في الشهر الواحد او في ال 30 يوم هننزل 15 كيلو. طيب تمام، العرض النهارده اسمه ايه؟ اسمه عرض الدبل. دي كلمه السر بتاعتنا دلوقتي، عشان نسال على الكورس، نسال على الخصم، نسال على الهدايا، هنكلم الارقام الموجوده على الشاشه او هنبعت رساله على الواتساب. طب يا دكتور برضو عشان اكد على كلام حضرتك، الصفحه معانا هتبقى على الشاشه دلوقتي، ارقام التواصل هتبقى موجوده معانا على الشاشه، خدمه الواتساب من خلال الارقام بتاعتنا هتبقى موجوده برضو على الشاشه، تقدروا تتواصلوا من خلالها وتسيبوا المسج بتاعكم كده. ودي البيج بتاعتنا، دي بقى ثالث وسيله نقدر ان احنا نوصل بيها للفريق الطبي. حلو. طيب يبقى انا كده النهارده معايا الارقام، معايا الواتساب، معايا الصفحه بتاعتنا، نخش نسال على بوكس الدبل النهارده، فرصه ما تتعوضش، لان النهارده احنا معانا شهرين مش شهر واحد. حلو. طيب الكورس بتاعي مكون من ايه بقى؟ الاساس اللي انا هحطه لك النهارده علبه كبسولات 30 كبسوله، وعليها علبه زيها مجانا هديه من الشركه. يبقى انا كده النهارده الاساس بتاعي حاطه لك علبتين كبسولات او 60 كبسوله في مده الشهرين بتوعي. حط عليهم النهارده، انا لما بنزل بكورس اقول عليه ان هو كورس قوي، لازم يكون معانا في حقن تعليل معدل حرق الجسم. الحقن دي بتطلب مننا بالاسم، لان الحقن دي بتساعد على تفتيت الخلايا الدهنيه، بترفع معاه معدل حرق الجسم 4 أضعاف الحرق الطبيعي، بتساعد في تحسن موضوع فيتامين د، ولو عندنا مشكله في الغده الدرقيه بتعالجها تماما. طيب معايا النهارده كام حقنه؟ معايا النهارده 4 حقن تعليه معدل حرق. يعني انت كده يا دكتور جايبه لنا الكبسوله مع الحقن. أيوة. فانت عامله لنا حاجه بتقفل الشهيه وبتعلي الحرق في نفس الوقت. بالظبط كده. فلو انا عندي شويه دهون كده مضايقاني هنبدا نحرقهم، ولو احنا عندنا بق مفتوح طول ما هو قاعد عايز ياكل ياكل، احنا كده قفلنا الشهيه وقفلنا يعني 70-80% دكتور نقول من شهيتنا. بالظبط كده، عملت لك للمعده تكمين طبيعي، قفلت لك نسبه 80% من المعده. انا اوريدي مليتها معاك بالياف كتيره، لان الكبسوله الاساس فيها النهارده نسبه الياف عاليه جدا جوه الكبسولات بتاعتي. هتاخد كبسولتك مع كوبايتين ميه كبار وقت الفطار، هتلاقي سد شهيه على مدار ال 18 ساعه بتوعي او على مدار اليوم كله. فهلاقي نفسي باكل بكميات قليله تلقائيا. مش هقول لك اعمل دايت، ولا هقول لك امشي على ورقه ريجيم دمها تقيل، او كل تفاحه، او كل مش عارف ايه. هتاكل عادي جدا، هتقعد على السفره الحلوه بتاعتك، هتلاقي نفسك اوريدي
تاكل بكميات اكل قليله، لان انا واخد كبسوله هي اصلا قافله معايا الشهيه. فانا النهارده هشتغل لك على المحور الاساسي اللي هو سد الشهيه، والناحيه الثانيه هرفع لك معدل حرق الجسم. النهارده معانا 4 أمبولات زي ما قلنا، في كل شهر انا هاخد حقنتين. طيب بالنسبه للناس اللي بتخاف من شكه الابره او ان هي تاخد الحقنه عضل، احنا النهارده نقدر ناخد الحقنه دي كحقنه عادي او عضل، ونقدر نحطها على كوبايه ميه او على كوبايه عصير. تمام. يعني انا شايفه ان انت اغلب الحلقات عملنا عصاير حلوه جدا. فاحنا لو عايزين نقوم نعمل العصير ده ممكن نحط عليه الامبول ونشربه عادي جدا بعد الاكل بتاعي، مفيش اي مشكله، يدينا نفس الافكت عادي جدا. طب يا دكتور كمان معانا سكر دايت في الكورس ولا خارج العرض النهارده؟ بصي احنا النهارده بما ان انت عامله عصاير، احنا ممكن نطلب السكر الدايت عادي، ابدل لك حاجه في الكورس احط لك فيه سكر دايت، على حسب اي مشكله عايزين نقدر نشيل ونحط. بالظبط كده. طيب لكن اساس الكورس بتاعي النهارده ايه؟ علبتين كبسولات اقويه يكفوك مده 60 يوم، ينزلوك 30 كيلو، وعليهم النهارده 4 أمبولات تعليه معدل حرق الجسم وتفتيت الخلايا الدهنيه الصعبه. والكورس النهارده عشان ناكد برضو ينفع معانا من سن 12 13 سنه اللي هو سن البلوغ، معانا لحد قد ايه؟ لحد 70 سنه، امن واخد تصريح من الهيئه العامه للسلامه والغذاء. حلوه، حلو جدا. كمان عايزين نقول ان كمان الشحن مجانا والمتابعه الطبيه مجانا من اول ما بناخد الكورس لحد ما بنخلص. تمام. معانا صفحه الفيسبوك هتبقى موجوده دلوقتي على الشاشه تاني، ومعانا ارقام التواصل نقدر نتواصل من خلالها، ومعانا خدمه الواتساب نقدر نسيب المسج كامل زي ما قلنا بحالتنا. يا ريت يا جماعه باكد تاني، محدش ياخد كرسي باسمه هو بحالته هو الصحيه وارجع اديها لحد عنده 70 سنه، الموضوع ده طفل صغير كتير. لسه عنده 15 16 سنه وارجع اقول النتيجه مش مضمونه ليه، النتيجه مش احسن حاجه ليه، لان انا ما اديتش الحاله او ما اديتش مواصفات الحاله الثانيه اللي هي هتاخد. صح. ده لازم، دي امانه لازم نقولها. الدكتور قالت لي ناكد عليها قبل الحلقه، انا بقولها لكم اهو عشان خاطر الناس اللي عايزه تجيب نتيجه مظبوطه لازم تخلي بالها من الكلام ده. معانا فريق طبي بيتابع معانا من اول لحد الاخر، نقدر نشرح كل اللي احنا عايزينه، بيبقى معاكم طول الوقت على الواتساب، تقدروا تسيبوا مسج تقولوا حالتكم يرجع يرد عليكم، يقدروا يردوا على اسئلتكم اللي انتوا طول الوقت بتتساءل في دماغنا، ان احنا كستات عندنا اسئله كتير. انا عارفه. واي حد محتاج ياخد خطوه التخسيس يكون ممكن يكون عنده شويه قلق، ممكن يكون جرب قبل كده منتجات كتيره او طرق مختلفه زي دايت زي كورسات معينه مثلا ملهاش مصدر معين انا متاكد منه، فجربت اكتر من طريقه فشلت بيها ان انا اوصل للوزن اللي انا عايزه، فانا عايز فريق طبي يرد عليا او دكتور يرد عليا، اقول له حالتي كامله، اقول له وزني، اقول له سني، اقول له حالتي الصحيه، اقول له انا عندي الدهون متركزه في انهي منطقه في الجسم، ويرد عليا دكتور فاهم كل حاجه، فاهم حالتي، يقدر يفيدني. وانا وفرت ده النهارده مع العرض النهارده بتاعنا، معاك فريق طبي كامل على اعلى مستوى، الارقام موجوده على الشاشه، سواء انا اتصلت على الارقام دي او بعت رساله على الواتساب او بعت مسج على الصفحه، معاك فريق طبي كامل هيسمعك لحد الاخر، وهتاخد الكورس ان شاء الله النهارده بالخصم بالهدايا اللي عليه. طيب لو انا وزني يا دكتور فوق ال 120 تمام، الكورس بتاع النهارده هيبقى تقسيماته ايه، وايه النتيجه اللي انا هشوفها خلال مثلا، انت كده الكورس ده خلال قد ايه، وقت قد ايه؟ العرض النهارده شهرين. بمناسبه ان انت سالتي عن الناس اللي هم الاوفر ويت او اللي وزنهم معدي ال 100 كيلو، فاحنا النهارده لو خدنا بالنا الكورس النهارده مش شهر، النهارده يزود العرض بتاعنا شهرين، يعني 60 يوم، يعني الكورس النهارده مكثف. يعني حضرتك لو وزنك معدي ال 100 كيلو تاخد الكورس اللي هو الشهرين ده على بعضه لوحدك، هينزلهم قد ايه؟ حوالي متوسط نزول 30 كيلو بفترة الشهرين دول. طيب لو حد وزنه بسيط شوية محتاج مثلا ينزل 10 15 كيلو، ممكن اخد الكورس ده واقسمه انا واختي مثلا لو وزنها زيادة. بس تاني بنأكد نشرح الحالة للشخص التاني اللي هياخد معاك. اكيد. كان اختك، مامتك، اخوك، زوجك، ايا كان مين، لازم نقول الحاله الصحيه ايه والسن قد ايه. بالظبط. عشان كده انا موفره فريق طبي بيتابع مجانا، بيسمعك لحد الاخر، تقول حالتك، حاله الشخص التاني اللي هياخد معاك الكورس، تشرح بمنتهى الاستفاضه وتتكلم براحتك عشان تاخد انسب كورس ليك. وبعد الاستلام يكون معانا متابعه طبيه اسبوعيه طول فتره الكورس بتاعك. دي اهم حاجه بقى يا دكتور، بنعرف اماكن تانية اونلاين نتصل ناخد الكورس، شكرا كده، مفيش حتى حد بيرد عليك تقريبا بعد كده بلوك. يعني اللي هو بلوك بلوك ده خلاص احنا ما بنعرفش عنهم حاجه، فببقى انا تايهه، طب انا خدت صح، طب انا فوتت كبسوله، طب انا ما خدتش مش عارفه ايه، طب انا خدت بزياده النهارده. بالزبط. فالدنيا ما بتبقاش واضحه. لا، من الحاجات المميزه معانا ان احنا في فريق طبي بيتابع معاكم لحظه بلحظه، اي حاجه بتحصل، اي حاجه عايزين تفهموها بتبقوا موجودين معاكم فريق طبي كامل
زائد بقى ان الشحن مجانا، وده اكتر حاجه انا ببسط بيها في اي حاجه. اصل دلوقتي احنا ايه عارفين ان الشحن بقى يعني مبالغ كبيره فاحنا ايه بنسمع ايه طب انا هاخد الكورس ولسه هحط عليه مصاريف شحن كمان، ولو انت في محافظه بعيده بتكون شايل هم النقطه دي. انا النهارده حلت لك الموضوع ده، شحن النهارده مجانا لاي محافظه، لو انت في اي محافظه في مصر قريبه او بعيده هيوصل لك الكورس شحنه مجانا، ولا جنيه هتدفعه في الشحن. طب احنا معانا صور قبل وبعد يلا. دكتور عايزين نروح يلا. نشوفها مع بعض نشوف النتائج. بصي بقى هنا طبعا سنه صغير هنا 20 سنه باينه، لو شفتيه قبل ما ينزل وزنه طبعا هنقول ان هو مش اقل من 40 سنه، لان الوزن كبير طبعا منطقه البطن الصدر الدراعات كان الجسم كله اوفر ويت، كان 98 كيلو تخيلي، والسن صغير جدا. الناحيه الثانيه نزلنا لقد ايه؟ نزلنا لحد 82 كيلو، طبعا نزلنا وزن كبير جدا وقت قليل في قد ايه؟ في شهرين زي ونص. زي اللي احنا بنقول عليه لو احنا وزننا معدي ال 100 اهو، حالات حيه قدامك اهو بتثبت ان احنا بنقدر ننزل. سنه صغير وكان لازم ياخد الخطوه في ان هو ينزل وزنه، ما تسيبش نفسك لمشكله السمنه. صح. احنا بنتكلم النهارده في مرض العصر، مش مجرد عرض او حاجه بسيطه بتعدي، لا السمنه بوابه لاكثر من 55 مرض، فانت في غنى عن كل المشاكل اللي ممكن تواجهك نتيجه ان انت عندك وزن زياده او سمنه مفرطه. طب يا دكتور سؤال دايما كده بيجي لي، انا دايما اعرف يا دكتور يا شيف ان الوزن السن القليل بيبقى نسبة الحرق فيه اعلى او شغالة اكتر بالبلدي كده، فانا سني كبير فانتوا هتعملوا معايا ايه؟ لا ده انا كده النتيجة معايا هتبقى اقل، هتبقى قليلة. ماشي، ده سؤال بيجي كتير جدا. طيب خلينا نشرح الاول الحالة دي وبعدين نكمل. هنا بنوتة عندها 29 سنة، كانت بس محتاجة تنزل صغيرة طبعا، كانت محتاجة تنزل اماكن التجمعات الدهون الموضعية، ودي نقطة مهمة جدا. تعالي اقعدي جنبنا يا اختي والنبي. في ناس كلنا هذا الوضع، في ناس بتبقى عايز تنزل مثلا منطقة البطن بس او منطقة الدراعات بس، وده كان نفس المشكلة اللي عندها. نزلت معانا 13 كيلو في شهر واحد من منطقة البطن بالدراعات، شكل الجسم الناحية التانية متناسق منحوت، مفيش بطن مفيش كرش ولا جناب ولا دراعات. لا فاحنا النهارده لطيفة عندها هنا اكتر طبعا ما شاء الله. احنا بنخسسك وبنعمل لك نحت وبنرجعك لشكل الجسم الطبيعي ما شاء الله. نرجع بقى لنقطه الحرق الضعيف. المعروف ان احنا بدايه من سن 30 سنه بيبدا الحرق بتاع الجسم يقل مع العمر. مع كل ما نكبر الحرق بتاعنا بيقل. طيب انا عامله حساب ده، ما هو انا حاطه لك النهارده اربع حقن، اربع امبولات تعليه حرق، ده شغلها الشغل ان هي ترفع لك معدل حرق الجسم. ده غير ان النهارده علبتين الكبسولات بتوعي بيعملوا معانا ايه؟ سد شهيه وتعليه معدل حرق الجسم، لان هم بيحتووا النهارده علبتين الكبسولات بيحتووا على ماده البي بي سي، الكارانتين، الكافيين، التوت البري، الاربع حاجات دول بيشتغلوا معاك على رفع معدل حرق الجسم وتكسير الخلايا الدهنيه الصعبه. طبعا جنب الحقن هتلاقي نتيجه ان شاء الله عاليه جدا جدا جدا. طب انا عارفه ان اسئلتي كتير النهارده، بس انا الاسئله دي كلها بتجيلي على الصفحه، فانا بحاول على قد ما اقدر ارد على الاسئله دي. على كل الاسئله يلا. لو انا حجمي من تحت اكتر في الوزن عن فوق او العكس، ده سؤال بقى ايه؟ بصي ده الكورس هيبقى معايا شغال ازاي؟ بصي ده زي شويه الحاله اللي كانت لسه معانا دلوقتي على الشاشه، لو خدنا بالنا ان هي كان عندها ايه؟ مناطق بس معينه هي اللي فيها دهون، ودي اسمها السمنه الموضعيه. تمام. بتلاقي بعض الناس عندهم الجزء السفلي مثلا هو اللي فيه تكتلات دهنيه صعبه جدا جدا، ومن فوق دراعها رفيع قوي ووشها شكله صغير جدا جدا جدا. صح. او الراجل مثلا في الغالب بيكون عنده منطقه الكرش بس هي الكبيرة وبقيه الجسم كله رفيع، مفيش اي مشكله عنده خالص غير منطقه البطن. بنعمل ايه في ده؟ انا النهارده حاطه لك علبتين كبسول، العلبه الثانيه اللي انا حطاها هديه دي اسمها كبسولات النحت، اشتغل معانا على السمنه الموضعيه. والاساس بتاعي النهارده الكورس كله بيركز معاك على الخلايا الدهنيه الام، بيقضي على الخلايا الدهنيه وبيمنع تكونها مره ثانيه. فاحنا باختصار بننزل الاماكن اللي فيها تجمعات دهنيه، وشفنا ده كمان في الحالتين اللي كانوا لسه دلوقتي معروضين معانا، ان هم عندهم مناطق معينه فيها دفوهات او فيها دهون متكتله بتنزل خالص، وبنلاقي شكل الجسم في نهايه الكورس بتاعي متناسق ومنحوت. حلو قوي. طب تيجي نطلع الفراخ مع بعض ونكمل؟ يلا. ايه رايك؟ طب واحنا بنطلع الفراخ كده عايزين حضرتك تقولي لنا على الكورس تاني كده توضيحا للناس عشان اللي ما سمعش يسمعنا تاني. يلا النهارده كورس الدبل بتاعنا، احنا النهارده مقدمين عرض شهرين، كنا بننزل كل مره بعرض شهر واحد، النهارده 60 يوم. تحفه. معلش نظره بسيطه للفراخ ونرجع تاني. والله العظيم خطيره عشان الناس تتشوق تاكل وتخس معانا. لا والريحه يا جماعه هنا بجد تحفه.
تسلم ايديكي بجد، تجنن. الميكس البصل مع بصوا الميكس البصل المكرمل مع الثوم، بصوا بتبكبك وشكلها حلو جدا، وطبعا ده يفتح نفسنا ان احنا ناكل ونخس برضو. بصوا هي بتقول نفتح النفس وانا بقول لكم عايزين نسد الشهيه. لا ما احنا قلنا ارجوك يا دكتور، احنا اتفقنا مع بعض ان احنا ناكل كل حاجه بنسب معينه، يعني ممكن ناخد دبوس واحد مع معلقتين رز، هتلاقي نفسك تلقائيا شبعت، ما حرمناش نفسنا من حاجه بالزبط. وكلنا كل اللي نفسنا فيه، والطعم اللي احنا عايزين ندوقه دقناه. يعني انا دلوقتي لو قعدت قدام السفره الحلوه دي واخد كبسولتي الصبح مع الفطار، اول حاجه هحس بيها ان انا شهيتي مقفوله، مش عندي شراهه للاكل، مش قاعد قدام الاكل عايز اكل حته والتانيه والتالته وطبقين رز، لا هاخد معلقتين رز، هاخد مثلا حته فرخه مش عارف ايه، هلاقي نفسي تلقائيا بدات ان انا ايه اشبع، كميات اكل قليله قوي هاكلها هشبع تماما، هقوم من على السفره بتاعتي شبعان ومرضي ومش حاسس ان انا حارم نفسي من الاكل اللي انا بحبه، ولا تحت ضغط نفسي ولا ستريس. طيب الكورس بتاعنا للمره الثانيه ايه؟ النهارده دي. عرض الدبل، النهارده عرض 60 يوم، اتصل اسال على كورس الدبل النهارده، علبتين كبسولات مزدوجه قويه عشبيه، وبتعمل معايا ايه؟ سد شهيه، تعليه معدل حرق الجسم، تفتيت الخلايا الدهنيه ونحت وتثبيت، دول 60 كبسوله. طيب. عليهم النهارده ايه؟ اربع حقن يرفعوا لك معدل حرق الجسم، الحقن اقدر اخدها عضل او على كوبايه ميه او على كوبايه عصير. النهارده معانا خصم 50% على الكورس بتاعنا. يبقى النهارده الكورس كله شهرين وخصم 50%، توصيل مجانا لحد البيت، متابعه مجانيه، وان شاء الله نتيجه من اول اسبوع باذن الله. حلو قوي. انا قلت اسئله كتير، انا عايزه اعرف بس معانا وقت تاني ولا لا عشان اكمل اسئله. معانا اسئله تاني يعني وقت ان انا اقول اسئله معانا؟ طب حلو قوي. طب يا دكتور لو انا واحده زي كده، ايوه جسمها مش تخين خالص، وجيت قلت لك هي منطقه واحده، انا عارفه السؤال ده انت لسه مجاوبه عليه بس انا بقوله بطريقه تانية عشان الناس برضو تبقى فاهمه الدنيا اكتر. اوكي عندي مثلا الجناب، بلاش كرش، بلاش بطن، على فكره دي اكتر منطقه شائعه، البطن او بالجناب، تلاقي منطقه الحزام بتبقى حزام كده، بالظبط كده مثلث، وبيبقى عندهم ديفوهات او شكل اللبس البنطلون او السكيرت مثلا الجيبه شكلها مش حلو عليا، فعامل لي شكل مش حلو خالص في كل. انا اقول اللبس. تجربه شخصيه. قولي. انا جيت مره اشتري بنطلون جينز عادي بسيطه الموضوع، فكنت يعني مركزه في الاكل شويه اكتر عن كده، فلقيت نفسي كل حاجه تمام والبنطلون يعني شكله حلو ومظبوط وكل حاجه، بس الزرار ما بيقفلش. ليه بقى الموضوع ده بيخنقنا جدا جدا كلنا؟ كان عندي جناب وبطن، فان انا هاخد نمره ولا نمرتين زياده في بعض البراندات بتدي، ما ينفيش حاجه اسمها واحده في النص، لازم تزودي نمرتين او رقمين اوكي على حسب البراند بقى، فتلاقي الدنيا لا ده انا كده هلبس عوامه بالظبط عشان يبقى مثلا على مقاس البطن، فبنلاقي البنطلون بقيته كله واسع بالظبط، فنحس ان احنا مش مرضيين، ثقتنا في نفسنا مش احسن حاجه. طب ما الحل موجود معاك النهارده، والموضوع ده بيواجه ستات ورجاله، فحلك النهارده بالخصم بعرض الدبل، توصيل مجاني ونتيجه ان شاء الله من اول الاسبوع. الكورس كله بينزلنا قد ايه؟ 30 كيلو ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا دكتوره باين، نورتيني وشرفتيني، قلت لك اسئله كتير، صدعتك النهارده بسطت جدا على فكره، بس الحوار كان حلو وفي حاجات مفيده، يا رب دايما كده موجوده معانا ومنورانا ومشرفانا. بشكرك جدا يا دكتوره. وبكده خلصت حلقتنا، عملنا مع بعض الفراخ اللي بالزبادي بالصوص خفيف ولطيف كالعاده، وعملنا عصير الكريز الحلو برضو البسيط عشان خاطر ولادنا يشربوا كل حاجه، مش عندنا مشكله في حاجه. اشوفكم في حلقه جديده على خير يا رب، دايما متجمعين ومنقص منكم حد ابدا ابدا، والسلام عليكم.